هذا السوق الجملة ديال تطوان هو رقم 10 الآن بلي بدا المخطط ديال اليوتيس تقريبا هذه 10 سنوات كل سنة في المعدل كيخرج واحد السوق ديال الجملة، والآن كملنا هذا البرنامج بهذا السوق من بعد ما تتحات في يعني في هذه الأشهر الأخيرة السوق ديال طنجة والسوق ديال أكادير والآن السوق ديال تطوان اللي غادي يقرب الحوت إن شاء الله المواطنين غادي يقربوا في واحد الظروف اللي هي حسنة. كاين هنا لونصة اللي موجودة، كاين إمكانيات ديال التبريد، كاين يعني المسائل اللي هي نقية كما كتشوفوا بأنه يعني في مستوى كبير التجهيزات اللي كاينة، والحمد لله أنه الآن يعني المغرب تعزز بليزيكيبمون ديال 10 ديال الأسواق ديال الجملة يعني في واحد الظرف الوجيز، وهذا كيخلي أنه تكون إن شاء الله أكثر شفافية يعني في الأثمنة في التسويق وكذلك يعني في لاكاليتي باش يقرب المنتوج المواطن. وكيظهر لي بأنه بالنسبة للناس ديال تطوان يمكن لهم يفتخروا باش يكون عندهم واحد السوق من هذه الكاليتي ويعرفوا بأن الحوت اللي موجود هنا حوت ديال الجودة.